هناك أرضية الملعب، الكرة العرضية والنيران الصديقة، النيران الصديقة يا ليوناردو. فخر أبو ظبي يسجل أول الأهداف، لكن الشاب الصغير المقيم الغاني يسجل هدف في مرمام، هدف في مرمام ليوناردو، يضع نادي الجزيرة في المقدمة بنيران صديقة. لاحظ الكرة العرضية من عبد الله رمضان، صدت فيه وتفاجأ فيها، لكن وضعها صعبة على عبد الله سلطان، واحد من أفضل الحراس حسب الأرقام في الدور الأول. غضب كبير من قبل المدرب البرازيلي على الهدف اللي سجل لنادي الضف أو لنادي الجزيرة برأسية من اللاعب الغاني علي مبخوت، الآن في طريقة لكي يسدد هذه اللقطة، والكرة وركلة الجزاء اللي من خلالها راح يكسر رقم بقي صامدا 25 سنة 9300 يوم. علي مبخوت مبخوت ولا عبد الله، لكن مبخوت سجلها. الأرقام القياسية خلقت لكي نحطمها، هكذا شعار مبخوت صاحب الإنجاز، ليس من يسير ويحكي عنه أمام الآخرين. الإنجاز العظيم يا علي، هو اللي يخلده الزمن في ذهن التاريخ. نعم، الهداف التاريخي. رابطة المحترفين تحتفل بالهدف من خلال شاشاتها. الكرة التي سجل فيها الهدف راح تذهب لمتحف رابطة المحترفين للاحتفاظ بها. الرابطة تحتفل بطريقتها الخاصة، إبداع يقدم من قبل الرابطة وسعادة عبد الله ناصر الجنيبي، تهنئة خاصة من الكابتن فهد خميس لعلي مبخوت راح تعرض بعد دقائق عبر الحسابات الرسمية، تابعوهم. مباراة لنادي الجزيرة، يا العطاس خرج بشباك نظيفة منذ فترة، تمريرة الآن عمر نقلها بالراس، تراوري يسجل، تراوري يؤكد على الثلاث نقاط بثلاثية بهذه الكرة الرأسية، هذه من المكاسب، عرضية من عبد الله إدريس ورأسية من عمر تراوري، أسيست جميل من الشاب الصغير إلى شاب صغير آخر ليسجل الثالث. وفخر أبو ظبي يتقدم ويضرب الثلاثة، ثلاثية جزراوية، والجزيرة يبدأ صفحة جديدة ومشوار